احتضنت قسنطينة مباريات المجموعة الثانية بعدما رحبت بضيوفها الكرام الذين نزلوا فيها تباعا. أنا جيتك غاشي الزور داويني جاوي وبخور داويني جاوي وبخور. بدأت المنافسة وسط حضور جماهير معتبر أغلبه من مدينة قسنطينة والمدن الشرقية المجاورة. أما الجماهير الأجنبية فقد طغى عليها الحضور النيجيري والمالي اللافت وكذلك المغربي الذي آزر أسود الأطلس لحين وصولهم لنهائي كان الأشبال. حماسة وتفاؤل منتخب جنوب إفريقيا شفعت له بالتأهل لربع النهائي كأحسن ثالث بعد هدية بوركينا فاسو أمام الكاميرون. عرفت كانوا الناشئين تألق أشبال المدرب شيبا الذين اجتازوا منافسيهم وتأهلوا في المرتبة الأولى رفقة نيجيريا ليقابلوا المنتخب الجزائري الذي انهزم أمامهم بثلاثية نظيفة وسط حضور جماهيري قياسي صفق مطولا بكل روح رياضية للفريقين رغم خيبة النتيجة. قسنطينة المضيافة ممثلة في لجنة التنظيم المحلية لم تبخل على زائريها اصطحابهم في جولات سياحية لربوع وأركان مدينة الصخر العتيق. كما هي مدينة الترحاب فسيرت أيضا مدينة الأمان والإطمئنان لكل من وطأتها أقدامه، وما تحقق ذلك إلا بفضل العمل الأمني الاحترافي الذي وضع كل الوفود والزائرين وحتى أهل المدينة في ظروف مريحة. تعملق قسنطينة في احتضان وتنظيم مباريات كان الأشبال لم يمر مرور الكرام على أصحاب السلطة الرابعة من الجيل الإعلامي الذين قدموا من جل ربع القارة الإفريقية وحتى الأوروبية لتغطية كل ما يخص المنافسة القارية. ولأن الأمور بالخواتيم فقد كان مسك ختام الدورة الإفريقية بتتويج جهود أعضاء اللجنة المحلية للتنظيم وندرائهم من الكاف بتكريمات وحفل بهيج عبر فيه الجميع عن رضاهم وسعادتهم بنجاح تنظيم كان الناشئين في مدينة قسنطينة مدينة الأمان والترحاب. فيصل صايب من خلية الإعلام للجنة التنظيم المحلية قسنطينة.